سعيد جدا انه نحن نستمع الى بعضنا كناس يعني كاشخاص. جرينغوي يا مدرسه زمان وشراب وشعيبي شي جرينغوي يا مبجانين اللي انا قريت شيتر لبر يكتر قبول ما كردن مروايتي يكتر لنا مو مهم احنا على اي دين او اي لون او اي طائفه، المهم انه احنا تحت شعار الانسانيه نتقبل بعضنا البعض. لكاتيك داك ميجوي ميجو شهر سنتي نارشي ميزوبوتاميا لوبري جوريدا بو اما بارادز دو يوكو اوانيك اللي انا دانشتونا وقت كان حضارة الميزوبوتاميا في العراق في أوج تطورها، احنا كنا المسيطرين أو كنا إحدى أكثر الأقليات وجودا وتماسكا بالمجتمع العراقي. سند الله يا شيخ مزاري استاكا هم أو ملتي ولاتاني كي إما بيمان ديانتن قالتا با إما كان كيما بارا وين أوان يستاكا قالتا بيمان. يعني اليوم من المخجل انه اكو دول من كنا احنا نعلمهم الثقافه ويقصد هنا باحنا المجتمع العراقي نعلمهم الثقافه والحضاره هسه هم دا يقشمرون علينا. بقيت جيابازي يعني اويك لو نارجي مسلمان جو زردشتي كاكي يزيدي كريستيان اما بشريت مانفيرا شارستانيتك. بالله بدون تفريق احنا كيهوديين كمسلمين كمسيحيين كزرادشتيين وبقيه الاديان احنا علمنا الناس الانسانيه والتعايش مع بعض. بو يستانك اغير بغير واي او دانشنا ريان او ريكلا وانا يمن الناوي ابو كردن خبرنا بين بيوستا بيشوشتكي والناوي تلقيه. لذا هاي الجلسات اذا احنا قعدنا وحضرنا لهنا على مود ننشر ثقافة التسامح وننشر ثقافة قبول الآخر، لازم أول مرة إحنا بيناتنا نقبل الآخر ونسامح بعضنا بعض. كاتي جيما سياسة ما ندرك بنا وتيجي لك تيجي يشتم، كاتي جيما سياسة ما ندرك بنا ودين، كاتي جيما سياسة ما ندرك بنا وزانس. حبت قلتي تيجي والله سياسة ما ندرك بنا. إذا إحنا أول مرة طلعنا سياسة من الدين وطلعنا سياسة من التعامل وطلعنا سياسة من من التعليم وبقية الأشياء، بذات الوقت إحنا راح نقدر إنه نعيش يعني بسلام. نم يجو عدد شهر السنة جو غريب العراق نئي يزدي نئي مسلمان إكس غريب مين والله ما يستاهل ما موته غريب. لا تاريخ اليهود ولا تاريخ المسيح ولا تاريخ الإيزيديين غريب على كردستان ولا اعدادهم، لكن اليوم نشوف انه هاي التاريخ وهاي الحضاره اصبحت غريبه على العراقيين. هو كارك الشيء سياسته شو كان يتقبل. وسببها الاول والرئيسي هو السياسه، والسياسه هو معناه انه عدم تقبل الاخر. يقول بالنهايه يقول اي واحد عنده اي سؤال او استفسار انا بالخدمه وراح يجاوبكم على اي استفسار. من انا شيرزاد مدير شؤون كردي يهودي في وزاره الاوقاف والشؤون الدينيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اسفين خالد. بخير بين مدرسة بستوي كم جاوب جد أبي يكتر قبول كن يعني كذا كذا باش تبنيه بس كم راستك دست بكر وجد إما في ثقافة ما كذن تكا يعني بوشاني كتر أجر تست ما بكر إما وشار استانيتي مسوبوتاميا شار استانيتي مسوبوتاميا كرد عرب جو إسلام يزيدي إما استا كسي بيغانا ديمانيا اما هم خلشي بيسو بتاشا من رزم هي ويو كابيني تش هات تجرزور تش مفاجي بجني مفاجي كي زو قربو زو خش خالق من بابيني جا بس او رد الفعلاتو زيك هين بو ويا لوات شي كسي كتير شوكو من دو خوش ببابيني تان بس بام تسيا تو زي تشي شوك بحس كان كأفضليتك دروس تبه وانا ترجمة كان علي كده ابو بير لا ابو بير كان دور بيش تكاواتا من ناروشي كسكما هو شرم لو قصجنا عن زار الجباري بالقوة بلا شهر استانتي من ميزوبوتاميا لوادي رافيدين لو نارشيا
همو بشر کی فیرا انسانیت کرد فیرا زانست کرد فیرا کلتور کرد فیرا یکتر قبول کردن کرد یتر بوسی اما پیما شر نبیسته خوی ابو زانیاری میزوپوتامیان عراق با همو ترجمه تیمون بشر نبیسته قصدی من اوایا قصدی من اوایا ایما خوش حالی بکنم اوایرا زیاد حد بس موضوع کلیره کدس برکی بشوی که بگلی مثلا ایم فیل شار سامکر ایسا ایو گال تمام که اکن نه باسو الله تاکی بکن نه باسو الله تاکی دوانه گل باش که یعنی کمیت ببورا سکیوی راستا که راست لانه سو تفاهم درزو به همیش گوال یکم دایا بلام نخیر او تی ایم وکو یهود کاکی یزیدی اسلام دینکان ایم شارستانی من پیش همین اوه تگیشتم استا سیر که تو پیدوانی اوروپا و امریکا و آنه دالتا با گلن ویسو بوتانیا دکن یه باش اقصا که میشه رو یه ما اوان مکیر شارستانی بس اوه سعنه ترجمه بکن اوان ترجمه کوز که بوی بکن اوه سؤال صار بین اوه لیش انتقلت احنا بینما بدایت حدیثك انتقلت لازم نتقبل الاخر استاذ شیرزاد اجاب قال احنا اقصد بشعب العراقي ككل شعب ميزوبوتاميا ككل بما فيها اليهود والمسلمين والمسيحيين الإيزيديين والكاكيين يعني ومن قصد هم يخشمون بنا قصد بهم دول العالم الأخرى احنا دا نشوف اليوم بالفضائيات بكل الأشياء نشوف اكو دول تقشمر على العراق واكو أشياء تصير هناك كاش جزاك بس إذا ممكن تسمحوا لي باب سيارة كم عربي بكم هتغمي تيبقى سؤالي احنا نقول اليهود ديانة مو قومية اليهودية ديانة اليهودية بس احنا نعرف مثلا من الكرد اكو اليهود اكو من العرب اكو يهود يعني بصراحة هسا انا اشوف خرجت اليهودية من الديانة وصارت قومية يعني ما ادري انا هذا اللي اشوفه بالواقع الحالي قومية ديسا قومية زيوازة من من آية كرد بم قام الصرمان بم يعني مسيح بم يعني ها من كرد شو كزمان بالي جو زمان مقدس لجو عبرية بالي أو أنا عبراني يعني إيه وخوت عم بقومية دانية عم بديانا لا يا ما بزنا اشتغل عيني إسلام سن قوم عبادة يعني بيروبالي عيني إسلام لنا وجوه هواية طبعاً كومالك يعني قوم هيا طبعاً زماني مقدس بعد زماني توراة زماني عبرية من كردم جماعة بس إذا ممكن أنا كردية بس الكتاب المقدس مالتي أنا مسلمة قرآن زين هو يختلف يعني إذا أنت يهودي اللغة المقدسة مالتك هو العبرية مثل ما أنا اللغة المقدسة مالتي يعني خلينا نقول العربية هي القرآن زين بس أنا أحس يختلف القومية عن الديانة أنا كردية صحيح أنا لغتي كردية أبوي وأمي أكراد بس القومية أنا أشوفها يختلف إذا أنت ككردي كقومية أو كما أدري أو أي قومية ثانية من تيجيش نسأل من ساكا مروهم كردم كاتك بالغ ميبان تنساني وكردية ديمن جوا ديمن ديني جوا بمعنى أوينا او دینی جوا دینی عبرانی دینی زمانی ابراهیم ابراهیم پیرا زمانی نوح زمانی پیرامرانی بن اسرائیل یعنی او کچون تو مسلمانی کردی بلا مسلمانی کردی بلا بیزیلی یعنی دکره تو بلای بن اسرائیل هم قوم او قوم قومی عبرانی هم آینه یعنی او سیمن نیه کاتێک سەفینەکەی نوح لە جودی دادەبەزێ کوڕەکانی پەرش و بڵاو دەبن سام هیچ مەزدەرێک نییە بۆ سام زمانەکەی بزڵت سام و نوح چی بووە بەڵام بەگوێرەی ئەو پاشماوەی گەرماوەتەوە کە تا ئێستا کەکە لە تەورات لە قورئان لە ئینجیل دەباس کراوە دەبێت زمانیوان عەبرانی بووبێ دەبێت زمانیوان عەبرانی بووبێ و زمانی بەشێک لەناو خەڵکی پێشەکەی کورمانجی بووە اگر وقت رسم کیوا کاتبش کی زور جوری عراقی اکشن احمد البغدادی کتی با که بلای سبایی کرده من معرفت قرآن عرب ابروی وقت بنوا دزاری که عبرانی کن دگرانی وچه و
وسام تبعد حساب إبراهيم وحتى لقات هم بيغمرتات هاتين وفسس مالك هاتين أو بيغمرتات هاتين بيغمرتات هاتين بلابات وشوك آيب يكشتا وغطي ميسان بطلع عبد الله عندي بس سؤالين عسكري بس يا سيدي بس سؤال بدون سياسة لا لا مو سياسة أسئلة بخصة يخص اليهود فقط هو أنا أريد نظرة يهود العالم هل هم كلهم انتمام إلى دولة إسرائيل هذا واحد أن يهود العالم كلهم انتمام إلى دولة إسرائيل نقطة النقطة الثانية أكو هواية يهود عراقيين وبالموصل لحد الآن أكو مناطق يسمونها المنطقة اليهودية هذول المناطق هسا أقليم كردستان منطي حرية للديانة اليهودية أن تمارس منطقة كردستان اليهود العراقيين ليش ما يرجعون للعراق لأن هم عندهم انتماء لدولة العراق ليش ما يرجعون لمنطقة كردستان يسكنون ويعيشون بمنطقة كردستان بالنسبة للسؤال الأول وقت شون مسلمان مكة ربان زي يهود مثل ما المسلم يعتبر مكة مرجع له وكريستيان الفاتيكان ربان زي يهود والمسيحي يعتبر فاتيكان مرجع له حتش جو دنيا هي أرض الميعاد ربان زي يهود وكل يهودي في العالم يعتبر أرض الميعاد هو أرض الميعاد أرض الميعاد هيكل سليمان يعني بلن بيدرو خاشي بلن بيدرو يعني مو لدولة إسرائيل لا لأرض الميعاد مو لدولة إسرائيل لأرض الميعاد يعتبر مرجع تمام سؤال الثاني سؤال فرسياري دومي أوهو آيا بوشي جوكان لأوروبا ولهين أمرنا جينا ناقر أنا أعرف بوشي ناقر لبروي ليلة العراق تدبيني يعني نسر ناس نامي نتوي وناس نامي آيني خلوة أنت تشوف اليوم يومياً تشوف ناس داخل العراق دير قتلون بو كردستان نكوى أوي ناس أنا ما أعرف ما عندي فالمكان كيرا زور سباس خوشحالهم ديالا لا كاتش وبيمايات با يتشك لوانيكا خوشحالي كردم لم أمرو لدولة جاواز ببينيني أو يوبو بتايفت فياس أدياني هي جاوازن من بخوم نباز گسیم این دانشم شونه که دیار نبو که بنایی جولکان و استرشونه که به همان تسمیه